سلام حبيبتي، سلام عميرتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومهنين وبصحة جيدة. فيديو جديد، ترى رجعت لكم فيديو جديد، طلت عليكم بوصفة جديدة، اي يعني بروتين جديد. نتمنى برك يكون خفيف على قلوبكم، ونتمنى راح يعجبكم. واكيد حبيبة قلبي، قبل ما ندخل في الفيديو نحب نشكر كل وحدة توحشتني، كل وحدة سقسات عليا، كل وحدة يعني تقلقت عليا، نقولها كل وحده باسمها، نقولها بارك الله فيك. يعني كل وحده خذات شويه من وقتها باش تكتب لي في هذاك التعليق، ولا باش تجيني للخاص هكذا في الانستا ولا في الفيسبوك هكذا باش تكتب لي وتقول لي ساره واش خليك ساره وين راكي، نقول لك بارك الله فيك، ربي يعطيك وي منك، وان شاء الله ربي يحقق لك كل احلامك. اما المشتركات جدد نقول لهم مرحبا بكم في القناه، القناه قناتكم ودردركم. اما هذوك اللي شافوا القناه مازال ما اشتركوش نقول لكم واشتركوا، تستناو اشتركوا وفعلوا الجرس باش كل ما نحط فيديو يوصلكم الجديد. حبيبه قلبي كما راكم تشوفوا مديت لكم هكذا الفيديو بلا تي ديالي تاع الصباح، كيما ديما نقول لكم راني عندي شحال يعني ما طيبتوش ما شربتوش، ولكن هاد اليومات راني رجعت له، راني ان شاء الله يعني راح نداوم عليه، لانه يعني صراحه حبستو ورجعت القهوه كحله، هذيك القهوه كحله ولات تضرني، دونك دو بريفيرونس يعني نخلي هذيك القهوه كحله دو كوتي ونرجع لاتاي ديالي، لانه يعني نلقى راحتي في الاتاي. يعني صراحه شوفوا يعني معمرته بالنعناع والقرنفل، يعني واش نقول لكم جاب مشحر الله الله. دونك هذاك دا من بعد كي نشرب الاتاي ديالي الله الله في الصباح. وكما تعرفوا كل امرأة جزائرية ككل عائلة جزائرية، يعني خاصة المرأة الجزائرية بعد لو بوتي ديجوني هذيك الفطور الصباحي، يعني تخمم ديريكتومون واش من منين نبداو شغل، ولا منين نبداو من الغدا، ولا من شغل، ولا من الماشينة تاع الحوايج، ولا من الغبرة. صراحة انا واش نقولكم، انا هاد اليامات والله ماني نوض بكري، دونك كي نفطن هكذا نحل عينيا نلقاها 9:30 نلقاها 10. الوغ اول حاجه اللي لازم نروح نديرها ديريكتومون هي الغدا. كيما اليوم حبيبه قلبي قلت راح ندير، في الاول ما كنتش يعني رايحه نصور لكم بصح، يعني قلت والله غير راح نصور، لانه يعني دخلني واحد العجز، ومع هاد السخانه تاع هاد اليامات ما نحبش نفيلمي، ما على باليش وعلاه. دونك كيما شتوني قطعت هكذايا بصل شرائح كيما نديروها في التكتوكه، مع شويه لحم قطع مكعبات صغار خليتهم يتقلاو، مع شويه سمن والزيت، ومع شويه سنينه الثوم يتقلاو لي ملح ملح حتى هذاك اللحم يعني يدخلوا طياب. من بعد هنا جيت نقيت اللوبيا مشطو ديالي، راح ندير يعني لوبيا صوتي غير هكذا بالبصل كيما الطريقه تاع زمان، واش نقول لكم يجي بزاف 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 بنينه. بعد ما نقيتها غسلتها ملح قطرتها وحطيتها هكذا في داخل هذيك لاكوكوت باش تتقلى لي مع مع هذاك البصل واللحم، باش تشرب لي كامل البنه تاع الجو هذاك تاع اللحم. فوالا من بعد ما خليتها هكذا يعني دبلت بدات تدبل، هنا جيت هكذا باش هكذا نخلطها مليح، وهنا راح نبدا ندير في التوابل. انا التوابل اللي نديرها هكذا اللوبيا المشطو ديال الذهب الطريقه، يعني راح نديرها يعني لاصوص بلونش المرقه بيضه، ندير هكذا التوابل الخاصه هكذا يعني بلي صوص بلونش، وندير شويه هكذايا كمون، رشه خفيفه تاع كمون، الملح، الفلفل الكحل اللي موالف يعني يطيب به، وهذا ما كان، ونخلي كلش هكذا يعني يتقلى لي مليح. من بعد راح نجوز نمرق بالماء يكون مغلي بيان سور، انا كنت سخنت الماء بلا بلا في لابويوار ديالي. فوالا وهذه هي، نخلي كلش يتجمر كلش يطيب. ويعني المرقه انا ما نسحقش بزاف المرقه، لانه يعني حبيتها نوعا ما يعني تجيني صوتي دونك، وفي نفس الوقت راح نخلي لها هكذا غير شويه برك كميه قليله تاع المرقه، لانه لو موسيغ اللي يحب كي ياكل يعني يغمس هكذا شويه هذا مكان. وفي الاخير يعني اي لك كيفاش خرجت لي، خرجت ما شاء الله، خليتها تدق دق حتى يعني يعني تشربت هذيك لاصوص، والحم يعني طاب، اللوبيا ديالي طابت الله الله. وفي الاخير طفيت عليها هنا كيما راكم تشوفوا، ودرت لها هذيك الرشه تاع المعدنوس. واش نقول لكم حبيبه قلبي، راني نوري لكم بالفرشيطه يعني كيفاش جات طايبه، يعني الزبده ما شاء الله. ما
من بعد هذيك اللوبيا المشطو هنا جست بيان سور كنت درت ثاني الكسره كيما راكم تشوفوا، يعني لوبيا كي نديرو هكذاك عندو ما تواجن، ولا نحبو نديرو معاهم الكسره يعني خبز تاع الدار. ورجع من بعد ما تغدينا غسلت المعن وكامل، هنا جيت باش ندير يعني الاسفنج. هنا صراحه الفيديو هذا دوك يعني باش نكون صريحه معكم، ان هاد اللقطه اللي كنت ندير هاد السفنج كان لو جور وين جبت يعني النهار اللي جبت لي بولتان تاع اريس. فوالا يعني انا موالفه هكذا كيما ديما نقول لكم، يعني كي مع كي كل لا رونتري سكولير ولا شاك تريمس كي يجيبوا لي بولتان ديما لازم ندير حاجات تاع الخميره، حاجه تاع السفنج هكذا، يعني من العادات ديال تاع جدودنا من بكري يديروها، يعني يقولوا باش القرايه ديالهم تطلع هكذا كيما الخميره. لانه كي درت لكم هذيك لا فوا باسي، لا فوا باسي يعني كي درت لكم في لا رونتري حاجه تاع الخميره، قلت لكم انا نحب ندير مازال نعتمد على هذيك العاده، قلت لكم يعني باش تطلع القرايتهم كيما الخميره. جات وحده تقول لي من نيتك القرايه تطلع كيما الخميره، ما سافو با دير كي نقول لكم قرايتهم تطلع كيما الخميره، سافو دير يعني كي ندير سفنج لي لازم يعني لي يطلع وليدي نو، يعني بكري كانوا يديروا هاد الحوايج هكذا بالنيه، كانوا عندهم النيه نيتهم صافيه، دونك ربي يخرج لهم على حسب نيتهم، ودوكا تلمو ما كانش نيه دونك واش راح مع نيه. المهم انا مازلت نحكم بهاد الصوالح، مازال نيتي كيما هما، دونك ان شاء الله ربي يوفقني ربي يعطي لي حساب نيتي. انا جيت ندير السفنج فوالا، من بعد هنا كنت كيما نقول لكم السفنج ديالي غير بالسميد بصح بالطريقه يعني سهله، ويعني شاركتها ديجا معكم بصح راح نعاودها. هنا خديت 4 كيسان تاع السميد يكون رقيق رطب خلاص، زدت مغرفه سكر مغرفه خميره الخبز مع مغرفه صغيره ملح ونخلطهم، من بعد راح نزيد لهم 2 كيسان ونص الماء. شوفوا 2 كيسان ديرهم على ضربه بصح، النص هذاك الكاس النص هذاك راح نديرو غير بالعقل، المهم لازم القوام يجيني يعني العجينه دوك تشوفوها ما تجيني محرحره بالبزاف ميها، ما تجيني شاده يعني يابسه ولا ناشفه فوالا. ونخليها هكذا كلش يعني نخلط برك ما نعجنش، نغطي على لو ريسيبيون ديالي ونخلي العجين ديالي ولا الخليط ديالي يعني يخمر. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خمر لي راح نهبط له الخمور، هنا راح لازم يدي نديرو في الزيت وراح نخبطو بهذه الطريقه لمده من 4 حتى 5 دقائق. فوالا هذه العمليه لاول مره كي يخمر اول مره لازم يعني ضروري لازم يكون يعني هكذا ديما. انا كنت ما درتش الزيت في الاول دونك كنت لصقت لي، ودوكا راح يعني درت دونك كيما قلت لكم لازم يعني نخبط هذه الطريقه، نخبط لمده 5 دقائق فوالا، ونخليها تخمر لمده المره الثانيه. هاد العمليه دو بريفيرونس ديروها 3-4 خطرات، قد ما خليتوها يخمر وتكسروا له الخمر قد ما يجيكم يعني السفنج ديالكم خفيف ويجي فارغ من الداخل ويجي منبل ويجي ناجح فوالا. دونك هنا انا في الاول خبطته 5 دقائق وانا نخبط، لا دوزيام فوا ولا لا ثروازيام فوا ولا ماشي لازم تخبطوا كيما المره الاولى، يعني ديروا برك تحبطوا له غير الخمور. انا العمليه هذه درتها 4 خطرات، لا 5 فوا راح نحي ديريكتومون ندير لي بول، نجيب هكذا الطبسي ديالي ولا بلاطو ولا ندهنو بالزيت، يديا ديما نستعين بالزيت، ندهن يديا بالزيت وراح ندير هكذا دي بول فوق لاسيت ديالي فوالا. دونك نوعا نكمل كامل هكذا، ونجوز بيان سور نسخن الزيت ديالي ونبدا نطيب. هنا لحد الان هو في الفيديو اللي درتو في الجور اللي جبت لي بيلتان تاع الوليدي، لانه من بعد كنت بديت نطيب هكذا من بعد يعني درت اكسيدون في الكوزينه تحت لي هكذا، جيت نحي هكذا وحده تاع الخفاف داخل الزيت يعني ما شديتهاش بيان بالفرشيطة، تحت لي داك داخل هذاك الزيت، من بعد يعني تسرش لي كامل هذاك الزيت في يدي، من بعد يعني تحرقت، من بعد يعني خديت يعني جي بري ان كو دونك حبست كلش، ما نكذبش عليكم حبست كلش. دونك ابري كان لازم عليا نعاود الفيديو
باش ندير لكم طبق التقديم. يعني عاود ما عاودش الفيديو، يعني عاود السفنج هاد اليامات كبرت ملح في يدي، عاود السفنج طيبته يعني الويكند باسي طيبتو باش نشربوا به القهوه. ابخي درت لكم طبق التقديم، يعني باش نكون صريحه معكم، لانه هذا الفيديو يعني ماشي هاد اليامات اللي درتو صافي شحال دوكا ملي بداو ملي خذاو من 27 جوان. فوالا دونك من بعد راح بعد ما سخن لي الزيت الخفاف يحب الزيت يكون قوي، يدي نحط هكذا يدي بالزيت. من بعد راح ناخذ هكذا اون بول نحل هكذا غير في الوسط ونحطها داخل هذاك الزيت. فوالا من بعد نحطها هكذا داخل كيما راكم تشوفوا، من بعد يعني نرمي عليها الزيت وكي حتى تحمر لي في جهه ندورها للجهه واحده اخرى حتى تحمر لي ملح ملح، ونحطو هكذا في الكسكاس يتقطل لي. وهنا في الاخير او لي كسفنج ديالي قلت هنا كان فيديو اخر كنت درتو، شوفوا كيفاش جات يعني ما شاء الله جا فريمون، يعني الكاميرا برك يعني ما عطاتلوش حقه هكذا يعني ما بينتلوش ما بانش بيان في لا فيديو يعني ما عطاتلوش حقه، والا يعني جا فريمون خفيف، جا فارغ وجا خفيف وجا منبل، وصراحه جا تاني تمقرمش وفي نفس الوقت اطري. دونك نتمنى برك يعني شوفوا اللي ما ينجح لهاش السفنج صراحة يجي فريمون 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 يسي هذه الطريقة، تقدروا تديروا نفس الطريقة غير بالفارينة، وصراحة يعني تجي فريمون 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 يعني ساهل، ما يتعبش بدون عجن بدون تعب بدون أي مجهود. دونك هذه هي الفيديو تاعنا اليوم، شوفوا كيفاش راني نأكد لكم يجي فارغ ويجي مقرمش ويجي فريمون فريمون ابني صراحة. واش نقول لكم، نقول لكم شيتكم في الصحه شيتكم في الجنه. هذا السفنج راح نهديه لكل واحد جاب نجح في السانكيام ولا في البيام، وان شاء الله كيما ديما نقول لكم ان شاء الله نشوفوا هكذا ناكلو هكذا السفنج تاع لي جوزو الباك باذن الله. ساره القسنطينيه، رانيا، سيسي يعني، ومازال لا ليست يعني الله يبارك كان بزاف يعني اللي امين واللي تخلي تاني امين لما لا. دونك حبيبات قلبي نقول لكم لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، ما نفكركم برك ما تنسونيش برك بلي جيم لي كومونتير اي لو بارطاج. نقول لكم احبكم في الله، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام. هنا سدت حلمي وبدا قالوا عني زمان موهم بيضيع، لا يوم سلم ولا استسلمت ووقعت.